الرياض وطهران، هل بلغت العلاقات المتوترة ذروة مراحلها؟ أشاهد أن لهجة التصعيد ولو بالتصريحات الكلامية هي سائدة حتى الآن. رسالة السعودية الأخيرة لمجلس الأمن عن الخروقات الإيرانية كشفت الكثير من الاحتقان، ووضعت العالم أمام فتيل تشعله أصابع طهران في المنطقة، وتتسع حرائقه لتشمل الإقليم كله. طلبت السعودية مجلس الأمن عبر سفيرها عبد الله المعلمي بوضع حد لتهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات في اليمن التي تخوض الرياض تحالفا عسكريا لإسناد الشرعية فيها. وقالت السعودية إن خروقات طهران تشكل خطرا على القرار الدولي 22/16، في إشارة إلى استمرار دعمها للميليشيات الإنقلابية وتشجيعها على التمرد السياسي والتصعيد العسكري، مذكرة بشحنات الأسلحة الإيرانية التي تم اعتراضها أكثر من مرة في عرض البحر. هذه الرسالة سبقتها تصريحات رسمية لوزير خارجية طهران جواد ظريف، نشرت على هيئة مقال في جريدة نيويورك تايمز حاول خلالها أن يمنح بلاده دور الضحية متهما الرياض بالإرهاب. لم يتوقف حديث ظريف عند إطلاق الاتهامات، بل تجاوز حدود التهديد بتصفية الهوية والمذهب قائلا فلنخلص العالم من الوهابية. بالعودة إلى الظرف الإقليمي الذي تأتي فيه هذه التصريحات والرسائل، فإن الحرب الكلامية بين السعودية وإيران لن تنتهي قريبا. ليس اليمن هي الساحة الوحيدة التي تتعارض فيها مصالح الرياض وطهران، لكنها ربما الأكثر سخونة والأهم بالنسبة للرياض. فالأمر يتعلق بدولة تتقاسم معها الحدود وتختلف مذهبيا مع الطرف المنقلب على الشرعية. عيون السعودية ودول الخليج مشدودة كثيرا إلى مجلس الأمن والموقف الدولي، خشية أن يقايض الغرب تنازلات طهران بشأن برنامجها النووي مقابل إطلاق يدها في المنطقة وملفاتها المتعددة، سيما بعد التصعيد الأمريكي الأخير الذي حمله قرار الكونغرس الأمريكي بجواز رفع دعوى قضائية ضد السعودية على ذمة أحداث 11 سبتمبر، وهو ما اعتبره مجلس التعاون الخليجي مخالفا للمبادئ الثابتة في القانون الدولي. هذه المواقف غير المطمئنة دفعت سيل الشكوك إزاء تعهدات واشنطن بما يشبه الرعاية والحماية والحفاظ على مصالح إيران في المنطقة. وبغض النظر عما سيؤول إليه التصعيد السائد بين طهران والرياض، يبقى السؤال كيف ستنعكس هذه الحرب الكلامية المفتوحة على الملف اليمني، وما المصير المنتظر لبلد تنهشه الميليشيات وتتربص به الأيادي العابرة للإقليم؟